هذا الدور كان حاسما في دعم التوجه من أجل الديمقراطية. وعلى الرغم من أن قوى سياسية ذات طبيعة دينية أو لنقل تحمل مشروعا سياسيا دينيا هي التي ارتقت سدة السلطة في تونس وفي مصر، إلا أن الاعتقاد السائد لدى الكثيرين يقول أنه من دون دور حاسم للمرأة لن يكون هناك أي تقدم نحو الديمقراطية. الديمقراطية قد تعني أي شيء، إلا أنها تعني مشاركة الجميع في بناء البلاد، ونصف المجتمع يحق له أن يلعب دورا حاسما في بناء المجتمع الجديد. السؤال الذي سوف نركز الاهتمام عليه الآن هو ما هو واقع المرأة في السودان، وما هي حدود مساهمتها في الربيع الناشئ الذي نشأ اللي شاهدناه منذ عدة أسابيع، ما هي حدود مساهمتها في الحراك الشعبي الراهن من أجل الديمقراطية؟ هل يمكن للمرأة بالرغم من تخلف الواقع الاجتماعي، بالرغم من تخلف الواقع الاقتصادي، ثم بالرغم من تخلف السلطة السياسية، أن تلعب دورا حاسما في بناء توجه حقيقي من أجل الديمقراطية في السودان؟ هل يمكن للمرأة أن تشكل، نحن نعرف المرأة لن يكون هناك تقدم، ولن تكون هناك حداثة، ولن يكون هناك أي احتمال لكي نقيم أنظمة سياسية مستقرة وراسخة من دون أن تلعب المرأة دورا حاسما أقول في بناء التوجه الجديد. لكن هل يمكن للمرأة في السودان، ونحن نعرف يجب أن نعترف بهذا أولا، كان لها دور تاريخي في كل تحرك شعبي من أجل الإصلاح والتغيير والديمقراطية. الدور الذي لعبته المرأة كانت تتصدر في الكثير من الحالات المعترك النضالي ضد الاستبداد، وما حصل حتى الآن يدل دلالة قاطعة على أن المرأة السودانية بمواقعها المختلفة وبأدوارها المختلفة في الأحزاب السياسية وفي منظمات المجتمع المدني لعبت دورا مهما وستلعب دورا مهما في تطوير هذا الحراك الشعبي لكي يتحول إلى حركة حقيقية من أجل التغيير، لكي لا يبقى الأمر احتكارا للمشاريع الذكورية إذا جاز التعبير. سيكون معي في هذه الساعة عدد من الأخوات السودانيات الناشطات في مختلف المجالات، النشطات الحقوقيات والنشطات في المجتمع المدني والشخصيات السياسية أيضا. وسأبدأ أولا مع الدكتورة مريم الصادق المهدي، وهي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة. مرحبا يا دكتورة مريم. لضيوفك وضيفك. ابنة أسرة سياسية أيضا معروفة. أريد منك أولا صورة عن واقع المرأة في السودان، وما إذا كان يمكن لهذه المرأة، وأنت أنا أعرف تحتلين مركزا سياسيا مرموقا في حزب الأمة، ما هي حدود إمكانيات مساهمة المرأة في تطوير الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية؟ نعم، حدود المرأة السودانية في التطوير وفي العمل حتى عنان حد لها. وبالفعل هذا ليس مجرد ادعاء، إنما بيان بالعمل. المرأة السودانية قادت كل الحراك وكل الفعل الذي تم مؤخرا بصورة أساسية، بحيث أنه طالباتنا ومفخرتنا في جامعة الخرطوم هن اللواتي فجرن التحرك الشعبي والمظاهرات الأخيرة بصورة أساسية. وإذا قارنا مثلا قبل 6 أعوام كان رجال الشرطة ورجال الأمن وغيرهم بيتغاضوا تماما عن النساء الموجودات في الشارع، ولكن نسبة للحضور القوي والفعل القوي بكل الاتجاهات اللي عملته النساء والشابات في الفعل الجماهيري أصبح مؤخرا السمة الغالبة للفعل القاهر وللقمع، بينصب تماما على المرأة لكسر شوكة العمل والتصدي. وبالتالي تم مؤخرا يعني عنف غير مسبوق في تاريخ السودان على البنات وعلى النساء، عنف جسدي. أنا شخصيا من اللواتي تم تحطيم يعني عظمهم
قبل سنة ونصف مع من قبل مجموعة من الرجال بيضربوا في امرأة واحدة، وده مشهد لم يكن مسبوق أبدا في تاريخ السودان. والشابات اللواتي تعرضنا للقمع بالضرب وبالركل وبالتعدي اللفظي لم يكن مسألة غير مقصودة، القصد فيها كسر هذه العزيمة النسوية القوية الكافحة القائدة. ونحن استمعنا لعدد من إخوتنا وأخواتنا الذين خرجوا مؤخرا من المعتقلات، الآن بصورة رسمية تم تخصيص زنزانات لتعذيب النساء كما للرجال، وأيضا هذه لم تكن مسألة يعني مسبوقة، لأنه كانوا مسألة تعذيب النساء حتى لو تم بها ما تكون فيها جهات مخصصة وما فيها مواقع مخصصة. لكن هذا يا دكتورة مريم، هذا الأمر يكشف عن مفارقة عجيبة على الأقل من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. المرأة محصنة، يجب أن تحظى بقدر أكبر من الحماية مما يحظى به الرجل، على الأقل بسبب الحصانة التي تتمتع بها المرأة. كيف يجوز لإسلام سياسي كالذي يحكم في السودان أن يعامل المرأة بهذه الطريقة وأن يمارس أعمال التعذيب ضدها، ونحن نسمع من وقت إلى آخر أنباء عن مروعة عن أعمال اغتصاب أيضا تتعرض لها بعض الفتيات في السجون في السودان؟ نعم، أنا لا أتحدث أبدا عن نظام عنده مرجعية للشريعة ولا عنده مرجعية للأخلاق ولا العرف، بالتالي مثل هذه المرجعيات أصلا إساءة للإسلام الحديث عن إنه لديهم هذه المرجعية. الكلام لا مرجعية لهم، ولا لا لا حديث عن التعذيب في الإسلام. الحق الإنسان في الكرامة وحق الإنسان في التعبير عن نفسه، والمرأة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هناك في الدور الإنساني ودور الاستخفاف للمرأة في الإسلام مكفول تماما، والمرأة أخطأت عليها طائلة العقاب وتنال العقاب في كل الجرائم مثل الرجل في الإسلام. بالتالي نحن غير ناقصات في وجهة نظر إسلامية، لكن هؤلاء الناس يعني تعدوا على العرف السوداني اللي بالتأكيد كما تفضلت بيشمل المرأة حماية محددة وبيضع للمرأة دور محدد. كما قلت لك في 2006 مثلا كانوا بيتجاوزونا تماما، ما بي يعني حتى في الشوارع بيجي يختطفوا من وسطنا الرجال، وكانوا ما بي أصلا مستحيل واحد من رجال الشرطة أو رجال الجهات القوات النظامية بالذات يرفع يده على 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 سيدة أو بنت أو كده بصورة في العلن. لكن عموما طبعا جهاز الأمن كان تصرفاته طيلة العهود مختلفة جدا، وبالتأكيد ما تم في خلال العامين الأخيرين غير مسبوق. ده طبعا من غير ما نذكر الحصل اصلا في 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 مناطق النزاعات، وده بنفس القدر افرز قيادات وسط الشابات وسط النساء بقوه تكاتل القوه التي يجوبه بها وتعلو عليها. بالتالي بنجد انه الناشطات اللواتي تصدينا في العمل السيري السايبيري في الشبكات وغيرها، كان الحضور بتاع الشابات والنساء وتوثيق لما تم حضور قوي جدا وفاعل. ايضا حضورهم في الشوارع، النساء حتى السيدات اللي بيفترض فيهم انهم يكونوا اقل خبره وتجربه من غير العاملات ربات البيوت في كثير من الاحياء خرجوا في الشوارع وسدنا الطرقات بالبنادر بالمقاعد بتاعتهم التقليديه، وفي كثير من لانه حقيقه النساء برضه بنفس القدر هم مواطنات، هم بيحسوا بالحدث. الحديث عن النساء كأنهم مخلوق آخر وذاته نوع من التغيير لواقع الأمر. لذلك الآن النساء في السودان عايشات الوضع تماما، ولأنه يصعب جدا الكذب عليهم ويصعب جدا تصميمهم بالتخديرات، لأنهم هم مباشرات ومشرفات بصورة مباشرة على ما يدور. واضح يا دكتورة مريم، هناك فقط أريد أن أستجلي معك الانطباع قد يكون خاطئا لدى الكثيرين، أن المرأة السودانية في مجتمع يقول فقير أو متخلف اقتصاديا ويحكمه إسلاميون منذ نحو ربع قرن تبدو وكأنها غائبة عن الصورة، على الأقل بالانطباع العام، الانطباع العريض، أنا أحكي عن العالم العربي.
ولكن الانطباع الحقيقي والواقعي يقول ان الناشطات في منظمات المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية، وهناك لديكم قياديات كثيرات يعملن في الساحة السياسية منذ وقت طويل، شيء متميز دور المرأة السودانية في الحراك السياسي في النشاط السياسي بشكل عام متميز، ويبدو لي أرقى بكثير مما ممكن أن نراه في عدد من الدول العربية. هل لك أن تقدمين لنا صورة عن طبيعة الدور الذي السياسي الذي تلعبه المرأة في السودان؟ أريد أن أصحح، هؤلاء الذين يحكمون السودان ليسوا إسلاميون. نعم. هؤلاء طلاب سلطة، هؤلاء يرفعون شعار الإسلام ورفعوا شعار الإسلام رغبة في السلطة فقط، قالوا لا للسلطة ولا للجاه، هي لله هي لله، تقاتلوا فيما بينهم على الدينار والدرهم. بالتالي أرجوك، الإسلام هم فقط مستغلين للإسلام، واتضحت هذه المسألة جليا بصورة لا لف فيها، اعترفوا بها جميعهم، حتى رئيسهم الآن الملاحق يقول الآن سنبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية بدون دغمسة، بدون لبس أو تلبيس، مما اعتراف حقيقي أنه لم يكونوا يطبقوا شيء، إنما كانوا كما قالوا أهلنا في السودان دعونا إلى المساجد لندخل المساجد، وذهبوا هم للسوق. بالتالي مسألة هم إسلاميون أو الإسلام بالنسبة لهم معنى أو الإسلام بالنسبة لهم غاية أو أن مرجعتهم الإسلام، أرجو أن ننهي هذه المسألة، لأننا نحن المسلمون ونحن الذين الإسلام مرجعيتنا، نحن أبناء وبنات السودان، هم يحاولون استغلالنا باسم الإسلام الذي باعوا واشتروا فيه. نعم. أما بالنسبة للمرأة السودانية كما تفضل، المرأة السودانية هؤلاء القيادات اللواتي نبعنا في مختلف المجالات لم ينبعنا من فراغ. المرأة في السودان عندها حضور قوي منذ التاريخ القديم، منذ مملكة مروي والممالك المسيحية في السودان والممالك النوبية، فكانت هناك الكنداكات الهمة، وفي واحدة من الجمع تم تسمية الكنداكة، وهي الحاكمة الحكيمة، قائدة الجيش وقائدة الأمة. لدينا مثل هذا التاريخ، لدينا في ممالك الفور أيضا الميارم والأمات اللي هم الأميرات اللواتي كنا مرجعيتهم إنهم هم مدخل الحكم، الذي يرث الحكم لم يكن ابن الحاكم، إنما ابن أخته. هناك من يأمل يا دكتورة مريم، هناك من يأمل بأن يكون الحراك الشعبي الراهن حراك لنقل ذو طابع نسوي أكثر مما كان الحال في مصر وفي ليبيا أو في تونس. أكيد. هناك أمل بأن تلعب المرأة السودانية دورا أكبر وطليعيا في التصدي لهذا التيار الاستبداد السياسي. نعم، نقول انه ليس لا علاقه له بالاسلام باي شكل من الاشكال، لكن نظام من الاستبداد يبدو لي، او على الاقل هذا هو الامل، بان تلعب المراه السودانيه دورا طليعيا في تحريك هذا المشروع، مشروع الديمقراطيه، ودفعه الى الامام، ربما لأنها تتمتع بهذا التاريخ العظيم من الدور السياسي والفعالية الاجتماعية، ثم لأنها على الأقل أقول أكثر، أثبتت في الكثير من الحالات أنها أكثر جرأة من الرجل لاقتحام المصاعب. ماذا تقولين في هذا الأمل، في هذا التطلع؟ أقول أن هذا بالفعل هو الواقع، وكما ذكرت لسيادتك، النساء السودانيات والشابات في الفترة الفاتت هن اللواتي قمن بالحركات الأولى. لو نظرت منذ العام الماضي، حركة لا لقهر النساء مثلا وتصديها المستمر، مع أنهم نسوة قليلات في العدد، لكنهم لم يستر جهدهم ولم تثبت عزيمتهم البتة في الحديث حول مسألة الانفصال، وفي الحديث حول ضرورة التحول الديمقراطي وضرورة السلام وغيرها بصورة مع كل القمع، إلا أنهن واصلا. وهذا العام الشابات من الطالبات هم اللواتي قدنا هذا الحراك الذي، وهم اللواتي بادرنا به. والنساء عموما عندنا لديهن وعي كبير جدا بحقوق حتى من غير المتعلمات، تجد انه في طيلة فترة القمع الانقاذي وطيلة فترة القمع الاقتصادي لتبني سياسة الهيكل الاقتصادية لصندوق
النقد الدولي وتبعاته الخطيرة على المجتمع والتراوث الأسري، أن النساء رفضاً وتفضلاً لدورنا الأسري بخروج غير مسبوق في الشارع بأنهم عملوا أعمال الهامشية. نعم. التي حافظت الأسر، مع أن الرجال هجوا وهاجروا وطفشوا بعيدا عن البلد في 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 في, في هجرات مختلفة، إلا النساء مكثن، وده أكسب نوع من الـ من الـ من الـ من التدريب الغير مسبوق. أيضا المرأة السودانية منذ الستينات عندما مباشرة مع نيلة للحق في الترشح والتصويت لم تكن المشكلة في إخراجهم، هم خرجا، كانت المشكلة في كيف بالنسبة للحركة النسوية السودانية. نعم. كيف في أنه يكون في توعية بما هي قضايا المرأة التي يجب أن يركزوا عليها، لكن بتوعيتهم بضرورة أنهم يشاركوا وأنهم يشاركوا في العملية الانتخابية ويصوتوا. نعم. إحنا ما كان غريب وإلى الآن بالتالي لم يكن غريب أنه النساء النفساوات في فترة الأربعين، هي فترة يعني ما بتحركوا فيها كل النساء السودانيات. نعم. خارجا للتصويت، وهم شمل وهم عرايس عروسات، يعني كل الأطر الاجتماعية عادة بتشد من حركة المرأة، لم تشد حركة المرأة السودانية في إنها تمارس حقها كمواطنة. بالتالي في وعي متقدم من هذا الإرث. نعم. التاريخي الكبير بإنها إنسان وبإنها مواطنة وعندها دور. نعم. لكن بتظل القضية دوما إنه كيف حتى الآن إنه كيف تكون قضايا المرأة في رمز الأحزاب السياسية هي الأعلى، مسائل كسر الأطر التقليدية. نعم. في الحد من دور المرأة وغيرها في الفعل السياسي وفي العمل العام. نعم. هي لا تزال مسألة تحدي، لكن شراكة المرأة نفسه أبدا لم يكن واحدة من القضايا. نعم. لأن النساء السودانيات بطبيعتهم شديدات الحراك، حتى على في المجتمعات التقليدية. نعم. الزراعية بتجد في نساء مزارعات قائدات. نعم. نفير بينفرا وبيوفر. نعم. لهم، وبالتالي دور المرأة في السودان دور متقدم، حتى تم تسجيله في طبقات. طيب. وديف الله، وده واحد من أهم الكتب الوثقت لفترة السلطنة الزرقاء. نعم. في القرون الرابع عشر والخامس. نعم. عشر والثالث. طيب. عشر حتى في المجال. نعم. الديني في نساء قائدات. نعم. دينيات كانوا مشايخ وكانوا مرجعيات. نعم. مدرسات وشيخات في أنفسهم وبنات شيوخ وزوجات شيوخ، أصبحوا هم نفسهم شيخات ومراجع وورثة سجادات. فبالتالي دور المرأة السودانية الحياة العامة دور كبير جدا وحيوي، وقد اجتهد هذا النظام جدا جدا بفكر إسلامي منكفي في محاولة لتأطير دور المرأة وتعليبه. نعم. في أطر منكفئة إسلاميا لم تعبر يوما عن واقع المرأة في الإسلام. نعم. ولا في الصدر الأول ولا في دور. نعم. زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بناته ولا حفيداته ولا التابعات. طيب. ولا صحابيات، وبالتالي هو انهزم تماما الآن بواقع الفكر الصحوي الإسلامي الموجود في السودان. نعم. وواقع الفعل الحيوي النير المتصل المتواصل للمرأة السودانية. شكرا يا دكتورة مريم الصادق المهدي، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، شكرا جزيلا لك، وسأكون سعيدا باستضافتك في مناسبات أخرى لاحقة، ونحن نتابع امتداد الربيع العربي إلى السودان. معي الأستاذة انتصار أحمد العقلي، عضو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات. مرحبا يا أستاذ انتصار. أهلا بكم. مرحبا يا أستاذ انتصار. المرأة السودانية أثبتت على امتداد الوقت أنها امرأة شديدة البأس، شديدة البائس، ليس في ممارسة كل وجه من وجوه الحياة العامة، ولكنها كانت على الدوام شديدة البائس في مواجهة الاستبداد والطغيان، ابتداء من المنزل وصولا إلى السلطة. ماذا تقولين في هذا الانطباع؟ نعم، المرأة بصورة عامة في كل زمان ومكان محكومة بالتغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المكان الموجودة فيه وفي بلادها أو في بقاع مختلفة من العالم. نعم. وبالتالي هي بتتأثر بما تملي عليها النظم السياسية ببرامجها الاقتصادية وبسياساتها وبجهات الثقافية اللي بتسود في المجتمع المعين. عندما تحكم عليها
يعني من كل الجهات وتصبح في حالة تعاني من الاستبداد ومن الظلم، فبالتالي المرأة بكل عنفوانها بكل قوتها تسعى لأن تفك هذا الحصار وتقاوم الأوضاع الصعبة بحال المرأة في كل مكان. ماذا يمكن للمرأة أن تفعل يا أستاذ انتصار؟ ماذا يمكن للمرأة السودانية أن تفعل لدفع هذا الحراك إلى الأمام؟ ونحن نرى، لنقول بصراحة، الحراك لا يبدو، الحراك الشعبي السوداني حتى الآن لا يبدو فعالا كما كان الحال في تونس أو في ليبيا أو في مصر. يبدو أنه أبطأ يتحرك ببطء أكثر مما كنا نتوقع. ماذا يمكن للمرأة السودانية أن تفعل لدفع هذا الحراك إلى الأمام؟ نعم، على المرأة السودانية أن تفعل الكثير، لأنها في تجارب مثال مثلا الانتخابات السابقة أو قبل 20 سنة، المرأة استخدمت تحطي صوتها لما يحب أو يريد النظام الحاكم. ولكن في هذه الفترة عندما ضاق الخناق كما ذكرت، ارتفعت الأسعار، أصبحت خايفة على مأكل ومشرب أبنائها، فده بيحرك دواخل المرأة بقوة إلى الخارج. المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة السودانية هنا بتصبح مهمة جدا للرائدات الحركة النسائية والنساء الليدرشيب في كل الأحزاب السياسية، عليهم دور كبير وفعال في نشر الوعي في إصفاف المرأة السودانية حتى تقوم بدورها كامل لحل مشكلتها. سؤالي المرأة السودانية اليوم الاستبداد والظلم الواقع عليها وتدني الحالة المعيشية والكبت الحريات. سأعود لأسألك يا أستاذ انتصار أحمد العقلي، كيف، سؤال بسيط، كيف صبرتم على استبداد دام نحو ربع قرن؟ ولكن اسمحي لي أولا أن أتحدث مع السيدة هدى عبد الحميد العباسي، مديرة مركز مساعدة النساء في لندن. مرحبا يا أستاذة هدى. أهلا بك يا أستاذة هدى. الشيء، الانطباع الذي يتركه الحراك الشعبي الآن في السودان هو أنه حراك، أقول، ساهمت فيه المرأة السودانية مساهمة فعالة منذ البداية حتى هذه اللحظة، ولكن المرأة في السودان تتعرض لانتهاك، انتهاكات مضاعفة أكثر بكثير مما يتعرض له النساء. هل لديك صورة عما تواجهه المرأة السودانية من أوضاع الآن في ظل هذا الحراك الراهن؟ التحية، أولا التحية عبرك لكل النساء في بلادي. نعم. المرأة السودانية قوية، فكان لها دورها الفعال في المساهمة مع الرجل في المشاركة في كل الميادين. ولكن نقطة التحول للمرأة ابتدت من قوانين سبتمبر، فكانت المرأة نقطة الضعف الأولى، وتشكلت القوانين بتاعت قوانين النظام العام. وده كان سبب في تحجيم أو تقليل دور المرأة في المشاركة الفعالة. تمت المشكلة، تمت بصورة مؤسسة في النظام الشمولي الحالي. فمن الحتة دي كانت الصورة، تحجيم المرأة وتحجيبها باعتبار أنها العار بالنسبة للأسر لو شاركت في المظاهرات أو السجن بالنسبة لها، فكان هاجس الأب وهاجس الزوج على نساء بيته. ولكن المرأة بصمودها وبإحساسها بالمسؤولية التي تقع عليها والتي يجب أن توفر لأسرتها ولأبنائها احتياجاتهم، جعلتها تشارك مع الرجل في الخروج في المظاهرات والتعبير عن دورها بصورة متكاملة. الشكل التخويف أو الصرهيف في السجن والاحتقالات أصبح لا يشكل هاجسا لها، لأن الأسرة لا تنظر إلى السجن في الفترة الحالية بأنه عيب، بل العكس، فساهمت المرأة للمرة الثانية. إذن هناك موقف اجتماعي أكثر تقدما. نعم، هناك موقف اجتماعي يقبل مشاركة المرأة في العمل السياسي بطبيعة الحال وفي النشاط، بالرغم من كل مظاهر لنقول القمع التي قد تتعرض لها المرأة. هناك قبول، مستوى من القبول الاجتماعي، أقصد من المنزل إلى مكان العمل إلى آخره.
ايوه، فكان المراه السودانيه في في الستينات والسبعينات كانت رائده المراه العربيه. نعم. فتقلدت اول منصب قاضي في المحاكم المدنيه. نعم. والشرعيه في كل المنطقه العربيه. نعم. وهي رائده في ذلك، فالمجتمع يحترم المراه ويقدر دورها في ذلك. اعود ابقي معي يا استاذه هدى اذا سمحتي، اعود الى السيده انتصار احمد العقلي. كيف صبرتم على استبداد يدوم نحو ربع قرن من التخلف العقلي الذي يتخذ من الإسلام شعارا له؟ كيف صبرتم على هذا النظام؟ أسمح لي في البدء أن أحيي الأخت هدى العباسي. نعم. وهي لا سنين طويلة بعيدة عنا. نعم. خارج في دول المهجر. نعم. صبرنا على هذا النظام لأنه حضور هذا النظام أو استلامه للحكم فكك التنظيمات والمنظمات التي كانت تضم المرأة، الأحزاب السياسية، النغابات، الاتحادات. حصل فصل تعسفي لمجموعات كبيرة جدا من النساء في بداية حكم هذا النظام منذ التسعينات. فتفكيك هذه التنظيمات والمنظمات والاتحادات وأدى إلى ابتعاد المرأة من المشاركة في العمل العام وتفكيك أيضا الأحزاب والانشقاقات الكثيرة اللي كان هذا النظام سبب فيها، خاصة الأحزاب التاريخية. ده أدى لتقطع أو انقطاع لفترات العمل أن يكون مستمرا، العمل السياسي والعمل أو النشاط المضاد والتحالفي ضد هذا النظام. نعم. دي كانت أسباب. أعاد المسألة بعد اتفاقية السلام 2005، أصبح الحراك السياسي منتظم أكثر وأخذ الخط الصحيح، لأنه الفعل المعاكس للنظام من اضطهاد واستبداد وتهميش كان كبير جدا جدا. نعم. ويمكن كان في منفذ بعد الاتفاقية إنه الناس تتحرك وفي أمل للانتخابات وعادة عودة الأحزاب إلى السطح بالرغم كل الجهود البذلة النظام لتفكيكه. ده ساعد في الوعي السياسي وتمديده بصورة أفضل وأحسن، فبالتالي المرأة لازم تأخذ دورها، تأخذ موقعها في التغيير إلى وضع أفضل يعني. أشكرك شكر جزيل يا أستاذة انتصار أحمد العقلي، عضو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات. أعود إلى السيدة هدى عبد الحميد العباسي. أسألك يا أختي هدى، هناك ما يزال الحياة السياسية في السودان تهيمن عليها أحزاب تقليدية، يجب أن نعترف، وهناك شيء من بطء في ظهور تيارات سياسية جديدة تقود هذا الحراك. ما يزال التعويل الأكبر على معارضي هذا النظام من الأحزاب التقليدية، وكأننا نعد أنفسنا بتكرار الشيء نفسه إذا ما انتهينا إلى تغيير هذا النظام ومجيء أحزاب تقليدية غير هذا النظام. ماذا تقولين في هذا الخوف على الأقل، أو في هذه الخشية؟ صراحة احتمال يكون خوف غير مبرر. نعم. باعتبار لو التغيير عن طريق الانتخابات، لو الانتخابات أتت بالأحزاب التقليدية. نعم. يكون خيار، ولكن الصبر على الديمقراطية بيساهم في كشف وتعري الأحزاب التقليدية. نعم. التي لا تساعد في التغيير أو تطوير المجتمع. نعم. فبالتدريج بتكون النظرة واضحة بالنسبة حتى للشباب الممكن. نعم. بيفتكروا أنه الأحزاب التقليدية قد تغير. الديمقراطية بتدي الفرصة للخيارات وبتكشف حتى الأحزاب التقليدية. في حركة. نعم. شباب في الوقت الحالي، النظرة أو القراءة للتاريخ أو تاريخ الحكومات السودانية. نعم. بدي أمل أنه ما هي
الأحزاب التقليدية البديل. هذا ما أريد أن أصل إليه يا أختي هدى، أن الشباب اليوم على الأقل عندما نتحدث عن ربع قرن من سلطة تخلف سياسي أو تخلف عقلي أريد أن أقول، أيوة. الشباب هؤلاء الناس الذين ولدوا قبل ربع قرن والذين نموا وتعلموا وتخرجوا من الجامعات، ماذا يقولون عن هذا النظام؟ وهم يرون العالم يتغير بطريقة جذرية، أقول دراماتيكية، وهم يتصلون بكل العالم، يطلعون على ثقافات مختلفة. كيف ينظر شبابكم اليوم وخاصة من النساء، كيف ينظرون إلى هذا النظام وإلى واقعهم الراهن؟ أظنك قد تابعت في الفترة الأخيرة شكل التحرك بالنسبة للشباب في التعبير عن السخط، فدي بداية، وبداية مؤسسة، وبداية ممكن جدا تكون البديل للنظام الشمولي وبديل للأحزاب التقليدية في السودان. وحركة من كل الأحزاب، يعني ما حزب محدد، حركة شبابية، حركة بتوري أنه الفكر الحالي لا يسمح بالرجوع للوراء. ابقي معي يا اختي السيده هدى عبد الحميد العباسي لاتحدث مع الدكتوره امال جبر الله الناشطه الحقوقيه السودانيه. مرحبا يا دكتوره امال. مرحبا يا دكتوره امال، اريد ان اسالك عن تصورك لواقع المراه السودانيه الان وحدود دورها ومساهمتها في الحراك الشعبي الراهن. شكرا جزيلا. واقع المرأة السودانية الآن هو واقع السودان، اللي هو بنلقى فيه إنه أغلبية من الشعب وبالتالي أغلبية من النساء بيعانوا يوميا، بيتعرضوا للقهر، للمطاردة، وبالنسبة للنساء المسألة أعمق وعندها أبعاد كثيرة لأنهم مجرد أنهم نساء. فمنذ 30 يونيو 89 كان واضح أداء حكومة الإنغاز للنساء، فالنساء شملهم الاحتغال وشملهم الفصل التعسفي بأعداد كبيرة بآلاف، وشملتهم المطاردة، و بالإضافة للقوانين العامة والمطاردة العامة، هناك قوانين بر القوات تخصصت في مطاردة النساء اللي هو ما يسمى بقانون النظام العام ومحاكم النظام العام واللي هو شرطة النظام العام، اللي هي دي الشرطة. أغلب قوانين النظام العام هي متعلقة بالنساء، المادة 152 من القانون الجنائي السوداني، ومن جراء هذا القانون تعرضت الآلاف من النساء للمطاردة وللمحاكم الفورية، ويتعرضوا نساء بائعة الطعام للكشات، للمحاكمة، للغرامات الباهظة جدا، رغم أنه أغلبية هؤلاء النساء بعلو أسر فقيرة يعني. اتعرضت النساء للمطاردة بسبب الزي، اتعرضوا النساء للمطاردة بسبب العرق أيضا، بالإضافة لأنهم نساء، إنهم نساء من إثنيات الحكومة تعلن عليها يعني حرب إبادة أو من تطهير عرقي، بالتحديدا النساء من غرب السودان، وتجيف المحاكمة التي أعلنت صباح اليوم للسيدة المناضلة جليلة خميس شاهد عيان على معاداة حكومة الإنغاز للنساء لأنهم نساء، أي على أساس النوع وبرضو على أساس العرق. فالنساء أوضاعهم سيئة جدا في السودان من الناحية الأوضاع العامة، من ناحية الأوضاع الاقتصادية، من ناحية حق العمل، من ناحية الإحساس بالأمان، كله بيتم في ظروف اقتصادية ومعيشية قاهرة جدا. كما أنه بنجد أنه من بين
6 مليون نازح. دراسات أكدت أغلب النازحين هم من النساء والأطفال. في مناطق الحرب بيتعرضوا النساء لظروف أسوأ من الرجال بسبب ما ترتب على الحرب، وبسبب أيضا أنهم هم بيتعرضوا لنوع خاص من التعذيب أو الاغتصاب كما اعترفت الحكومة نفسها. ده ممكن ينطبق على كل المجالات، التعليم، الصحة، نسبة وفيات النساء في الأطفال من أكبر نسبة وفيات الأمهات في السودان من أكبر النسب في العالم. فأوضاع النساء في السودان سيئة للغاية بكل المقاييس وفي كل المجالات. أريد أن أسألك شيئا آخر. نحن نعرف أن الإسلام السياسي لا صلة له بالإسلام، ولكن النظام الراهن يهدد، كما يبدو أنه يبدو كما لو أنه يهدد المجتمع بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية. كيف تنظرين إلى هذا التهديد؟ طبعا الشريعة يفترض أن لا تكون تهديدا، ولكن هذا النظام بسبب من طبيعته الاستبدادية والقمعية استخدم الشريعة الإسلامية كصوت من أجل أن يجلد به ظهور الناس. كيف تنظرين إلى هذا الأمر؟ أولا لا جديد فيما يدعي النظام في أنه يهدد الناس بأنه حيطبق الشريعة الإسلامية. نعم. لأن هذا النظام نفسه حكم 23 عاما. نعم. الدين وباسم الشريعة. فكون النظام يستخدم الشريعة كتهديد يعني ده يضاف لأساليبه في استغلال الدين. لكن هذا النظام يحاسب على أنه مارس كل هذا القهر، مارس كل هذا الفساد وهذا التخريب في البلاد. نعم. باسم الشريعة. نعم. وده إنما دل على شيء، إنما يدل على فشل الدولة الدينية أو فشل أي نظام سياسي يحكم باسم الدين ليغطي حقيقة أن هذا البرنامج السياسي يؤدي إلى إفقار الشعب ولتحطيم البلد ويؤدي إلى الفساد، وهذا كله يتم تحت مظلة الدين. لذلك شعب السودان يعني أصبح واضح جدا بالنسبة للغالبية من الشعب إنه الشعب يدين تجار الدين، أو الناس بتقول خرجوا ضد تجار الدين. ما في شعارات كانت في المظاهرات في الفترة السابقة. لا جديد. عاوز أضيف يا أستاذ علي الصراف لأنه ده الوضع اللي بتعيشه أغلبية النساء، لكن بنلقى إنه في قلة من النساء هي كما هناك قلة من الرجال أيضا. في قلة في المجتمع السوداني من النساء والرجال. هم بيستحوذوا على الثروة وبيستمتعوا بخيرات البلد داخل وخارج السودان. فبيهربوا كل الموارد بتاعت البلد. وفي ده ظهرت فئة اسمها فئة نساء الأعمال. هم مجموعة من النساء يعني بيزنس ويمن زي ما بيقولوا، ولكن هي ده التعبير عن انه هذه الفئة ظهرت في هذا الزمان في وقت انه في الغالبية من النساء بتعرضوا للأفقار، للإفقار والتجويع. فهذه الفئة أغلبها من النساء المنتميات للمؤتمر الوطني، ومن النساء من أسر النافذين والحاكمين في السودان، باعتبار أنهم بيعملوا جزء، بيسجلوا جزء من الاستثمارات وممتلكاتهم باسم نسائهم وبناتهم. وده بقى شيء معروف في السودان. فئة قليلة أيضا من النساء مستفيدة من هذا النظام وتعمل على دعم هذا النظام. طيب دكتورة آمال جبر الله، شكرا جزيلا لك، هي الناشطة الحقوقية، تحدثت إلينا من بريطانيا، من هنا من بريطانيا. شكرا جزيلا لك يا دكتورة آمال، ونأمل أن نعود لنلتقيك لنتحدث بشؤون أخرى من شؤون السودان. أعود إلى الأخت السيدة هدى عبد الحميد العباسي، مديرة مركز مساعدة للنساء في لندن. يا أختي هدى، ماذا تقدمون في هذا المركز من خدمات للنساء السودانيات؟
قبل يعني قبل ما اتكلم في الحته دي بس نعم. عايز اضيف لكلام الاستاذه دكتوره امال، هل الشريعه تفضل. الاسلاميه تقتصر على تحجيب المراه؟ نعم، ده حتى النظام بيفرض نعم. الشريعه على نعم. النساء في التحجيب وفي القمع. عندنا في مركز تدريب في مركز مساعده بنساعد في تاهيل النساء للعمل في ظروف غير ظروف السودان، في شكل بتاع الخبرات، المجالات العمل في بريطانيا، الحقوق، الواجبات، في نفس الوقت الخبرات التي يحتاجونها ليكونوا قادرات على العمل في بريطانيا، من ضمنها اللغة، من ضمنها الخبرات المكتبية، باعتبار بلد بيختلف، نظام بيختلف تماما. نعم، المرأة في انطلق من هذا الدور الذي يؤديه مركزكم لمساعدة النساء السودانيات، اقول ان هناك حاجة لشيء من هذا القبيل في داخل السودان وليس فقط في خارج السودان، لان المرأة في السودان ضحية من عدة وجوه، ضحية للفقر من ناحية، ضحية للقمع والاستبداد من ناحية اخرى، ضحية للتخلف الاجتماعي القائم. ماذا يمكن للمرأة أن تفعل من أجل المرأة، من أجل أن تستنهض المرأة السودانية وهي ترى تاريخا ودورا سياسيا طليعيا لعبته في مختلف الأوقات؟ نعم، جاري التواصل مع النساء العاملات في مجال العمل العام أو في مجال العمل المدني والمنظمات في السودان، باعتبار المساعدات الممكن تكون في تسيير أي عمل في السودان يحتاج إلى الدعم لاستمرارية العمل بتطوير كفاءات المرأة في السودان. فالبحث في مجالات في المنظمات المانحة للعمل في السودان هو الحلقة المهمة في تشكيل أو في تواصل الاستمرارية العمل. وجاري بيننا وبين الزميلات في السودان والأخوات المسؤولات من المنظمات دي باعتبار كيفية التعامل وكيفية الاستمرارية في مجال الدعم للنساء في السودان. ماذا تفعلون يا أختي هدى لمواجهة الانتهاكات وأعمال القمع التي تصل في بعض الحالات إلى الاغتصاب والاعتقال التعسفي؟ ماذا تفعلون لمساعدة النساء السودانيات في مواجهة أعمال النظام؟ كشف كل هذه المعاملات في المنظمات اللي بتهتم بحقوق الإنسان والتواصل الشكل بتاع الحصر وتثبيت الحالات انتهاكات حالات المرأة في السودان للجهات الممكن تشكل ضغط على النظام الحالي في وقف الانتهاكات في حقوق النساء. أشكرك يا أختي هدى عبد الحميد العباسي مديرة مركز مساعدة للنساء، تحدثت إلينا من لندن. أذهب الآن إلى الأخت السيدة ماجدة عثمان صالح الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة. مرحبا يا أختي ماجدة. مرحبا. تحدثنا كثيرا عن دور المرأة السودانية على امتداد هذه دور المرأة السودانية في هذا الحراك الشعبي و دورها في تاريخ التاريخ السياسي السوداني وفي مختلف مجالات نشاطات المجتمع المدني. اريد ان اسالك واختم معك في الحديث بهذا الاتجاه، هل يمكن للحداثه او التقدم او الديمقراطيه ان تنهض باي شكل من الاشكال من دون دور فاعل للمراه؟ نعم، الديمقراطية هي الأساس والمتاحية للمرأة بتقدم التقدم، والمرأة تضع على مدى التاريخ تستثمر الشركات وتخدم التأثير على السياسي والاقتصادي والاجتماعي تقدم الإنسان السوداني هو لابد أن تاخذ تماما التقدم الانساني كان وضع المراه على وجه مع فرد
أخشى أن الصوت يتقطع يا أختي ماجدة عثمان صالح. سوف نحاول أن نعاود الاتصال بك على خط آخر. فقط أريد أن أذكر أخوتي وجميع مشاهدينا بأننا نتابع هذا الأمر في ضوء الحراك الشعبي الذي يخوضه السودانيون ضد سلطة الاستبداد السياسي القائمة منذ أكثر من منذ نحو 23 عاما. المظاهر المختلفة تشير إلى أن هذا النظام يقوم بكل ما يستطيع من أجل كبح جماح هذا الحراك الشعبي ومن أجل محاولة القضاء عليه، إلا أن الأدوار التي يلعبها الشباب في هذا الحراك تبدو نشطة، وكذلك الدور الذي تلعبه المرأة السودانية يبدو فعالا وحاسما في الدفع بهذا الحراك إلى الأمام. عادت إلينا الأخت ماجدة عثمان صالح. أعود إليك يا أختي ماجدة. هل يمكن أن لهذا الحراك أن يتحرك أو أن يتقدم إلى الأمام من دون أن تضمن أن نضمن نحن جميعا أن نضمن للمرأة دورا قياديا فيه، خاصة بالنسبة لأقول جيل الشباب من النساء السودانيات؟ فعلا لابد من مجهودات يعني تكون كبيرة، مجهودات تتلحم فيها الحكومات في المقام الثاني، فتحرزه المرأة المجتمعي المحيط الكلي للمنظومات السياسية والإدارية والخطط والبرامج. لا يمكن أن نتحدث عن تقدم دون النظرة الكلية لكل هذه الأمور. لا تقدم من دون، لكن نحن نتفائل. المرأة السودانية ما معزولة، هي أيضا هي جزء من الأحزاب السياسية. هي جزء أساسي على كل أكثر من السنين السابقة أصبحت موجودة على مستوى اللجان المركزية، على مستوى السياسات، على مستوى البرامج. كل ما ندعو للتفاعل. نعم، هذا ما نعرفه يا أختي السيدة ماجدة عثمان صالح الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة. نعم، المرأة السودانية أثبتت على الدوام أنها قوة طليعية من أجل التغيير والإصلاح والديمقراطية، ونعرف جيدا أن المرأة السودانية تلعب دورا حاسما وسيكون حاسما في هذه المرحلة أيضا من أجل التغيير في السودان للخلاص من سلطة الاستبداد السياسي القائمة منذ أكثر من 23 عاما. هذا سلطة الإسلام السياسي التي ترفع شعار الإسلام وتمارس كل شيء أقول لانتهاك حقوق الإنسان وللتضحية بقيم الإسلام وأخلاقياته الرفيعة. المظاهر الكثيرة التي مظاهر السلوك العنفي والاستبدادي ضد المرأة السودانية أكثر من واضحة للجميع، ولكننا نعرف لا تقدم من دون مرأة ولا ديمقراطية من دون مرأة ولا خطوة إلى الأمام من أجل التحديث وإعادة البناء من دون أن تلعب المرأة في السودان كما هو الحال في كل مكان آخر دورا حاسما وطليعيا. أستودعكم الله الآن أخوتي الأعزاء على أمل لقائي بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.